أود أن أقدم رسالة من خلال منبركم هذا، وأتمنى أن تصل إلى أبناء شعبنا جميعا، كل في مكانه كل في موقعه، بأن سيد الموقف الذي يسمى بالصمت، هذا الذي يسود أجواء شارعنا الفلسطيني، يجب أن تتوقف. آن الأوان أن يتوقف هذا الصمت، آن الأوان أن يتوقف هذا التغافل من قبل أبناء شعبنا، من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية، من قبل حتى القوائم الأخرى، 35 قائمة الأخرى. نحن جميعا شركاء في هذا الخندق، شركاء في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. إذا يجب علينا أن نتكاتف سويا وأن نكون صوتا واحدا لحماية كل مرشح موجود على أي قائمة موجودة، أن يكون معلوم لدى الجميع أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس بأي مرشح، خاصة بأن هؤلاء المرشحون هم قانونيين، هم لهم حقوق قانونية ولهم يعني تبعات قانونية قد ضمن لهم الحقوق وجود ترشحهم في هذا يعني في هذه القوائم. لذلك إن بقي الصمت سيد الموقف، سنرى التوغل والتغول لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وستزداد هجمتها، وسيزداد افتراسها ومحاولة إيذائها وإرهاب وإرعاب الكثير من المرشحين، حتى لا يصل صوتهم إلى الناس، وحتى لا يكونوا يعني جزءا فعالا من تغيير المتطلبات الموجودة على الساحة الفلسطينية، من ناحية مجتمعية مطالبية شعبية ومن ناحية سياسية. فيجب علينا كلنا أن نقف في وجه هذا الاعتداء، في وجه هذه الهمجية، في وجه هذه العنصرية، وأن نقول يكفي. كل مرشح على أي قائمة من القوائم الموجودة هو خط أحمر لا يجوز المساس به، ولا يجوز إلساق أي تهم لهؤلاء المرشحين حتى تكون كذرائع لاعتقاله وتمديد اعتقاله فترات طويلة وتغييبه عن الساحة الفلسطينية. أملنا كبير بالوعي الموجود لدى أبناء الشعب الفلسطيني، أملنا كبير بهذه المؤسسات القانونية سواء المحلية أو العالمية الدولية بأن تعود إلى الساحة الفلسطينية وتأخذ دورها الحقيقي، بأن تكون صوت الحق الذي ينصف كل مظلوم، كل مهضوم الحق في هذه العملية الانتخابية، حتى تسير كما يجب وعلى ما يرام، إلى أن نصل إن شاء الله إلى إعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني، ونعيد وجود الشعب الفلسطيني وصوت الشعب الفلسطيني على هذه الساحة التي غاب صوته عنها لمدة 15 عام. كلما تذكرت أني ربما سأغيب عن هذه الساحة، ربما سيكون صوتي يوما ما خلف تلك القضبان التي غيبت الكثير من الأبطال والأسيرات العظيمات يعني اللي نتمنى وجود بيننا اليوم، هذا يعطيني دافع وحافز قوي حتى أحث الخطى، حتى أمشي بدل ما أمشي خطوتين أمشي 10 خطوات، حتى أسير بكل ما لدي من قوة ومن طاقة ومن إيمان بأني صاحب حق، وصاحب الحق بالثبات أحق. هذا مبدئي، صاحب الحق بالثبات أحق. فإن كان في هذا الطريق معتقل، إن كان في هذا الطريق إقصاء، إن كان في هذا الطريق فقدان أو تقديم تضحيات، فنحن بإذن الله لن نري الله منا إلا ما يحب ويرضى، ولن نري أبناء شعبنا العظيم الذي يستحق التضحيات إلا ما يحب ويرضى بإذن الله عز وجل. معتقل، حيا الله.